حافظي، كيقول لك الاخ رمضان، حافظي لا مكان له في الرجاء. دابا الرجاء محتاجه لعابه يحطوا التيران، ماشي لعاب واقف. لا ولكن واحد القضيه، راه تقدر لعاب يكون واقف ولكن كتكون بينيه واحد اللعاب اللي هو كيحاول التيران. نعطيك كمثال، تقدر تلعب مثلا دو مونور دو جو كيقسموا التيران، كتلقى مثلا الحفيظي واقف حدا الكاري قدام لي زاتاكو، وكدير حداه مثلا هذاك الولد اللي هو سميتو، هذاك الولد اللي كان في الفتح واللي مشى دابا للحزم السعودي اللي احتاج مع الحفيظي، هذاك تجيبه وتلعبو حتى هو مونور دو جو الوسط، ويكون كيحرص وكيجيب، يا اما كيسونطري من اليمن يا اما كيخدم دي كومبينيزون مع الحفيظي دي زين دو ويبريباري ليه ويتيري. انت خلقتي دو مونور دو جو كتكومبينيهم بيناتهم، كتقسموهم التيران، واحد كيسارح الاخر، واحد سيرتو الحفيظي غيتسارح هي كان معاه هذاك اللاعب. دونك باش راه ماشي الحفيظي انتهى، الحفيظي مازال ينفع المانشا، ولكن خصك تحط حدا واحد اللي غادي يعاونو. شي اللي كاين اخويا السي عبد الله حميد سليم، قال خاص الرجاء يصلحوا الاخطاء اللي وقعوا فيها في مساله التعاقد مع افارقه راه انتدابات دون المستوى. اكيد اخويا، اكيد اكيد خاص الرجاء تصلح الاخطاء، وتنظن بانه التوجه اللي كاين دابا لا ديال الزرهوني، فوالا هو اللي تندوي عليه. الزرهوني تكون بينيه مع الحفيظي، غتكون عندك ميليو تيران مخير، وغادي يوليو كنخلقوا هجومات كثيره، وقد ما خلقتي هجومات كثيره قد ما كتسجل اكثر، لانه حتى المهاجمين ديالنا من اللي في الكاري كيضيعوا، لان اللعاب كتجيه فرصه في نص ساعه، ولكن ملي كيجيو خمسه ولا سته ولا سبعه الفرص في ربع ساعه، انا بدا يسجل واحده على الاقل يسجل واحده. وشكون اللي كيخلق ديك الفرص كثيره؟ هو وسط الميدان الهجومي. يعني هذا حنا محتاجين لعاب بحال الحفيظي، ويكون مع لعاب بحال الزرهوني راه غادي ينفعونا بزاف في الميدان. دونك نشوفوا الاخ اللي هو ولا نكملوا. هناك كذلك واحد التخوف في وسط الرجويين. الو، عليكم السلام سيدي، مرحبا. وي خويا عافاك، كنت بغيت ندوز معاكم. دابا انا في اللايف ياك؟ اييه في اللايف. وي وي خويا، كنت بغيت اخويا نقول لك واحد المعلومه. ذاك النهار اخويا فاش كان اللاعب ديالنا زكريا الوردي، بلاتي الله يرحم الوالدين، الا سمعتي الا سمعتي واحد الدقيقه الله يعطيك الخير، قول لي غير اسم كريم، اسم كريم الا سمعتي. مهدي. مهدي مهدي من كازا انت؟ مهدي من كازا. مهدي من كازا، مرحبا بالسي مهدي، تفضل خويا تفضل. خويا كنت بغيت دابا زكريا الوردي وي فاش كان غادي يدير هذيك العمليه في قطر وي ياك، بلا حتى انا متبعهم شويه في انستغرام ولا شي، وي كان غادي معاه الوكيل ديالو وي قطر. ايه ياك، كان معاه الوكيل ديالو قطر، حتى هو كان لايح واحد التصويره غادي معاه في نفس الطياره. فاش سولت هذا، سولت واحد شي دراري كنعرفو، قال لك راه غيسني شي كونطرا مع شي فرقه، شي بري كونطرا، غيسني شي عقد مع شي فريق، حيت هو اصلا غيسالي لي كونطرا ديالو هاد العام. يعني مشى لقطر يداو في نفس الوقت، غيسني كونطرا مع شي فرقه. انا بغيت غير خويا نطرح عليك واحد السؤال، انه علاش ديما في الرجاء فيما كيكون شي لعاب مقلع، كيكون شي لعاب اللي عاطي مزيان وهاز الفرقه كيبيعو؟ بغيت نعرف انا علاش. داكور، انا دابا غنجاوبك. دابا واحد القضيه، بعد الحاله ديال الحفيظي ما كتنطابقش على الشيء اللي كتقول انت. علاش؟ لان الحفيظ على الوردي، الوردي ما كتنطابقش على الشيء اللي كتقول انت، يكون شي لاعب مقلع كيبيعه. علاش؟ لانه هو الا مشى فينا شي عقد مع شي فرقه راه ما غتبيعوش الراجل، حيت العقد ديالو غيسالي في شهر 6، العقد ديالو غيسالي في شهر 6. ولكن راه هو راه غيتباع، يعني الا كان مشى غيمشي مع الوكيل ديالو، هو اصلا غيمشي غير يداو، علاش يمشي مع الوكيل ديالو؟ الوكيل ديالو نورمالمون، الوكيل ماشي المهنه ديالته، الوكيل ديال اللاعب، الوكيل كيسهر على اللاعب من جميع النواحي، الوكيل كيتسمى وكيل، هو لاجون دافير، لاجون دافير ديال اللاعب، هو اللي هو مدير اعماله، هو اللي مكلف به جميعا، حتى في الجانب الصحي. حيت واحد القضيه، اللاعب ملي كيمشي لتما راه كيمشي منه للطب، منه للاسبيطار، غير الطب والاختصاصيين وكذا ياك. فالوكيل ديالو، لنفرض انه تما
يعني شي عمليه كخص شي عمليه خفيفه، وداولي عمليه قويه اللي خصها واحد لانترفونسيون قويه، وخرجوا لي على داك غادي يضيع هو وغيضيع لا جون ديالو. دونك لا جون ديالو من المهام ديالو يوقف على من الناحيه القانونيه، يوقف على اللعاب ديالو، واش خدا العلاج اللازم اللي خصو ياخذ، واش ما كانش هناك تجاوزات من طرف الجهاز الطبي، ماشي غير حيت الله جا تيفطو السبيطار صافي يلوحوه للزباله. نو خصو يتبعو ويعرف اللعاب ديالو. تنظن بانه كناخذوها من حسن النيه من هذه الجهه، والا كانت ان اللاعب النيه ديالته انه باغي يمشي يسيني بري كونترول ولا هذه، الله يعاونه الله يعاونه. غير هو واحد القضيه راه قلناها من شحال هذه، انه المكتب المسير لا هذا ولا اللي فات ارتكبوا خطا فادح في عدم التجديد الوضعي على تيسان. ماشي كتخليه واحد حتى ذاك العام داروا عندنا ملاير داروا عندنا، ما داروا حتى شي فرق، كان على الاقل واحد جوج لعابه ولا ثلاثه تجلس معاهم وتجدد معاهم. عندك العرجون وعندك هذا الوردي هذا سميتو، وبطبيعه الحال دوك لي دو اللي جاو من المحمديه باش دير معاهم عقد نهائي. دونك هادو ما خصهمش، هادو يعني عندك العرجون وعندك الوردي لا يناقشوا، خصو تجدد معاهم. فهمتي؟ حتى زريده مازال زريده مازال ولكن بقاو يتسناو شي سالي لي كونطرا باش يديروا حاله اللعابه، خاص الراجل يحافظوا عليهم. الا بقات لي عام انا معاك، الا بقات لي عام انا معاك، بقات لي عام بحال مثلا العقد ديال غيسالي في صيف 2024 صيف 2023 خصهم يشدوا معاه. هذه انا معاك قبل ما يدوم معاه، فهمتي؟ يعني حيت بحال دابا مالونكو دابا حنا باقي مصروط لينا، حنا ما بقاتش تدوز لينا علاش يبيعوا مالونكو، هو اللي كان هاز الراجل. حنا دابا كنقلبوا على تسعود، ما كاينش تسعود مالونكو، كنا كنقولوا مهادلين دقيقه 90 كيجبد رجلو كيعطيها كيماركيها، فهمتيني؟ كتحل لينا مشاكل كبار. حنا دابا انا كيبقى في الحال انه شي لاعب اللي كيبان كيعطي في الراجا واللي كيبان مزيان كيتباع، هادشي هذا اللي ما بقيتش يدخل ليا العقل صراحه. كنشوف الفرق الكبار ما كيديروش بحال هكا، لا الفرق الكبار ما كيديروش هكا، الفرق الكبار يعني حتى اللي كيسيروهم تيكونوا كبار في التصرفات. كيبدا لك الراجا ما واقفاش على لاعب واحد، لا اخويا لا واقفه سي، هاي وقفات هاي مشى لها الحفيدي، ومشى لها هذا سيرتو يعري، ومشى لها مالونغو، وقفات هجوميا، وقفات ملي عولات على بن حليب لقات الخوال خاوي، كانوا معولين هو بواحد الغيه في الهجوم. دونك ما كاين شيء احنا دابا اريير دروا اريير كوش، ما كاينش عندنا ازمه، هذيك عندنا ازمه يا صاحبي، مزمن مشكله غادي نضوا ينقوش وين ونتمنوا اخويا، نتمنوا كل شيء. هذا اللي عندنا بعد هاد لي زارير اللي عندي توقفوا، ونتمنوا يعطوا فرصه لذاك البداوي، هذاك البداوي يعطوه فرصه. انا شفتو، انا سمعت انا والله ما كنفهمش حوايج كطلب في الله، والله انا قلت زعما راه جا الطاوسي مع العمري ماشي شويه غادا تغرب القضيه وتصفر، فما كنفهمش انا البداوي حتى في الماتش اميكال ما لعبش الماتش اميكال اللي فات، لعب شبور هو طويل، هو ما لعبش طويل. انا كنت نحسب هذا هو صراحه راه كيكبر عليه الماتش، بوطويل هو وحركاس هو الثنائي الهجومي اللي هربان على البشريه كامله. كنشوف شنو هاد الماتشات دابا 10 اللي بقاو للاخرين ولا 8 تعود الماتشات اللي بقاو للاخرين، فهذه هي لوكازيون فاش يبريباري هذاك الولد بوطويل باش يلاه ياخذ الثقه وياخذ بلاصتو وياخذ لي روبير ديالو مع الرجاء وكره الرجاء والطريقه اللي باش كتلعب الرجاء ماشي هي المحمديه. ما كتفهمش انا السيد كيبان كيتريني راه كيبان لي كيتخبط، ولكن ما كاين لا ماتش اميكو كيلعبوا لا ماتش اميكال ولا ماتش رسمي، ما فهمتش. بغينا غنعرفوا بغينا يخرج، علاش كندوي دابا على التواصل في الراجا؟ راه كاينه ازمه ديال التواصل، صح
هذا شعبي واش ما ياخذش مسؤول ويفسر للناس هاد المشاكل التقنيه اللي كاينه؟ علاش هذاك ما كينعرفش؟ علاش هذاك ما كيبانش؟ علاش هذا؟ علاش هذاك اللي جا من هولندا غابر ما كاينش اثر، ما عرفناه البيع، ما عرفناه الشراء، ما عرفنا شنو كاين. هذاك اللي كان جا ذاك العام اللي جابوه هذاك الاندلسي هذاك العماني ما عرفناش فين هو، فين هو اثاره؟ هذاك الازهري، الازهري ما عرفناش اثاره فين هو. والازهري هو الازهري هذاك سميتو بول هرود، بول هرود ما كتفهموش والله، ما كتفهموا والله، ما كتفهموا عباد الله. بيناتنا اخويا كاينين شي لعابه تا هما، شي لعابه في الراجا ما يستاهلوش، ماشي ما يستاهلوش، هو صافي بركه يمشيو ويقلبوا على راسهم. فهمتي يمشيو اخويا. كتشوف دابا فاش كنكونوا كنتفرجوا في الماتش، حنا كمتفرجين كنكونوا كنتفرجوا كنبداو نقولوا واش هاد اللاعب هذا فاش كيسال الماتش واش ما واش كيمشي كيتفرج في راسه بعدا. الله العظيم صح. واش هاد اللاعب واش كيشوف الاخطاء ديالو؟ واش غادي واش راه حيت نورمالمون، نورمالمون راه خاص مورا الماتش، خاص مورا الماتش ديال الكره الحكيم يتلاقاو ويتشوفوا في الوزيز ويديروا لهم قسم ويديروا لهم بلازما ويعاودوا يتفرجوا في الماتش. وي وي يشوفوا راسهم كيفاش كيلعبوا. بحال شبيره مثلا، شبيره راه كيدير واحد الاخطاء راه فادحه. عندك شبيره مثلا دخلوا في الديربي، وحنا نتمنوا يعطيو فرصه غير لبوطويلي يلعب، شي بوطويلي يلعب هذا كوش مخيه، راه عنده عسريه مزيانه وغادي يهنينا من داك البوست. يعطيو فرصه لذاك الولد اللي هو اللي جا من السوالم باجا، راه حتى هو عنده عسريه مزيانه وفايت فيه، كان شي ماتشات لعب هذا كوش مع السوالم غادي ينفعو مزيان. راه جيستو نتمنوا حنا غنشوفوا واش غيديروا مع السطيف. واخا فرصه سعيده اخويا، كنشكروك في مورا، تحياتي، تبارك الله عليك.